السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة سلمى براني أوفيسيال. إخواني أخواتي في الله، فيديو جديد أخبار جديدة. خليكم إخواني أخواتي في الله، ما تزبيوش الفيديو، سمعوا يسرى كيفاش كتبكي وكتطلب الزروالي يبعد منهم ويخليهم في التقار، وكي تقول لهم رحنا صافي، إلا بغيتي تشوفنا مدمرين رحنا مدمرين. يعني هما الحالة ديالهم مدمرة بسبب هاد الشي اللي وقع للأب ديالهم، وبسبب هاد الاعتقال اللي اعتقلوا بوكريشة. هما الحالة ديالهم يرتالها، فحتى واحد ما غادي يفرح لشي واحد مشى للحبس، ولا غيفرح لشي ولاد انهم بعدهم الاب والام ديالهم. فالله يهدي المخلاق، الله يصلح الامور لجميع الامه المسلمه اجمعين. فاحنا غادي نقول لكم الاخوان، غادي نخلي لكم الفيديو غتسمعوها بودنيكم كيفاش كتبكي وكيفاش كتطلب 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 الزروالي انهم يبعد منهم ويخليهم يعيشوا حياتهم في امان الله ترانكيل، يعني كل بحال كل واحد. ولكن شنو نقول لكم، حتى واحد الانسان فاش كيحط شي واحد في راسه فما كيحمد الله حتى كيدمروا. والله حنا ما كنعرفوش اشنو اللي كاين بيناتهم، ولكن الله يهدي ما خلق. خوتي غنخليكم مع الفيديو، ولكن لكل التفاصيل في الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد كنزلوه على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. ما تنساونيش بلي لايك، جزاكم الله خيرا. ايضا خليوا لي الاراء ديالكم في هذا الشيء اللي وقع لبشري بكري عفوا، واش ندعيو معاه ان شاء الله ربي يطلق سراحه، ولا اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. فوالله ما عرفنا الاخوان واش نتيقوا بكريشة وبناته وهاد لبنى السريعه، اولى غادي نتيقوا الزروالي. ما عرفناش الاخوان، انا لا مع هذا ولا مع هذا، فاحنا كنقولوا الله يهدي ما خلق في الاخير، ولا حول ولا قوه الا بالله. خليكم معي يسرى الاخوان والاخوات، ونقول لكم انا الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. ولكن مازال غادي نبقى مستمره على زاد دكتور سير عيس صبر عيس صبرت ما في كيف يمكنش ما غودش ما خرج صوتي ما وصلش صوتي الناس حتى الناس حتبلو ما انا خايبه، ولكن في التالي كنبقى بنت صغيره في التالي والله ما عارفه والو غير كصدام بينات اي من الله عقل صغير وعقل صغير في التالي غير كصدام بيناتي عقل صغير وقلب رهيف وحنينة وظريفة ما عارفنيش ما عارفنيش الناس ما عارفنيش شو صرا والدك والله العظيم لدرجة كتجيني بعد المرات نمشي نطيح على رجل الزرواني والبوسة ونقول له ما عار الله يبعد فينا العظيم بغي نقول له ابعد فينا العظيم بغي نقول له خويا ابعد فينا تعينا واخ الله انا نطيح عليك انا فيك اخويا الزرواني يبعد يلا على اخويا وحق الله ما بقيت باغا والو يبعد منا ولا هلا هلا والله انا ماك مدمرين وحق الله صافي ياك بغيت تشوفنا مدمرين مدمرين